من خصائص يوم الجمعة أنه يوم عيد في الأسبوع، فهو كالعيد العام. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: ولما كان بمثابة العيد العام جعل الله عز وجل فيه صلاة. أين القربان الذي يكون في العيد العام مع الصلاة؟ أين هو في يوم الجمعة؟ قال رحمه الله: فشرع لهم الصلاة وشرع لهم التبكير إلى يوم الجمعة، فإنه بمثابة القربان. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي رواية في الصحيحين: طوت الملائكة الصحف وأتت لحضور الذكر، وعند النسائي: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الناس على قدر منازلهم. وما جاء في الحديث السابق عند النسائي من أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاه، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. هذا الحديث منكر بوجود كلمة العصفور، إنما الثابت خمس ساعات بذكر الدجاجة دون ذكر العصفور. وما جاء من حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن الشياطين يوم الجمعة تغدو إلى السوق براياتها فيثبطون الناس عن الحضور إلى يوم الجمعة، فهو حديث ضعيف. لو قال قائل: تلك الساعات كيف تضبط؟ ما هو ابتداؤها؟ قيل: من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر، وقيل من طلوع الشمس، وقيل هو جزء من أجزاء الساعة السادسة. وهذا القول بنوا على أن الحديث ذكر الرواح، والرواح إنما يكون بعد الزوال. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن كلمة راحة لا تدل على آخر النهار إلا إذا اجتمعت مع غدا، وكلمة الغدو لم تذكر في هذا الحديث. وما جاء من لفظ بذكر التهجير في هذه الساعات، والتهجير إنما يكون مع شدة الحر بعد الزوال، فإنه ليس على كل حال يكون التهجير
ليس على كل حال يكون التهجير في شدة الحر. لما؟ لأنه يأتي بمعنى التبكير، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التهجير، يعني في التبكير، لاستبقوا إليه. وهذا عام في جميع الصلوات. إذن متى تبدأ وكيف تقسم؟ الصحيح أنها تبدأ من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس الأحكام به تتعلق بصلاة الفجر. إذن من طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى. لكن كيف طلوع الشمس، يعني الذي هو الإشراق، يختلف باختلاف الفصول. فأعطيك طريقة، وتلك الطريقة تفهم بهذا المثال: تجمع الساعات المعروفة لدينا من الإشراق إلى الزوال، ثم تقسم هذه الساعات على خمسة، الناتج هو مقدار كل ساعة. المثال: تصور لو أن الإشراق، هذا كمثال ولكن قد يختلف من فصل إلى آخر، تصور لو أن الإشراق يبدأ من الساعة السادسة وزوال الشمس الذي يؤذن له لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، المجموع ست ساعات. ست ساعات لو قسمت على خمس ساعات الناتج ساعة وربع وما حولها. إذن الساعة الأولى على مثالنا تكون بدايتها من الساعة السادسة صباحاً بعد الإشراق إلى الساعة السابعة والربع، بعدها تبدأ الساعة الثانية ولتحسب ساعة وربع وهلم جرا. وهذا يختلف باختلاف الإشراق، فقد يكون في الساعة، فقد يكون في الساعة الخامسة أو في الساعة الرابعة. وبالتالي فإن على المسلم أن يحرص على التبكير. وللأسف نجد أن بعضا من الناس أحيانا لا يأتي إلا بعد الفراغ من الخطبة أو في ثنايا خطبة الخطيب. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة على الخير. ومن خصائص يوم الجمعة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الله يتجلى لعباده ولأوليائه في الجنة، ويكون أقربهم منزلة إليه أقربهم إلى الإمام، وأسرعهم منزلة إليه أسرعهم إلى الحضور ليوم الجمعة. الدليل ما جاء عند ابن ماجه وعند البيهقي وحسنه المنذري والبوصيري، واحتج به ابن القيم هنا، أن علقمة قال: أتيت مع ابن مسعود رضي الله عنه فوجد أن ثلاثة قد سبقوه، فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. ثم قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول والثاني والثالث والرابع. ثم قال: وما رابع أربعة من الله ببعيد. ومن خصائص يوم الجمعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله
هو ذكرها كخصيصة. ما هي؟ أن الموتى تعرف زوارها في يوم الجمعة أكثر من معرفتهم لهم في سائر الأيام. ولذا قال في زاد المعاد، قال: في يوم الجمعة يلتقي الأحياء والأموات في الدنيا، وهي الزيارة في يوم الجمعة كما ذكر، ولتعليق على هذا سيأتي إن شاء الله. قال: وإذا قامت الساعة تقوم يوم الجمعة فيتلاقى أهل السماء وأهل الأرض، ويلتقي العامل مع عمله، والمظلوم مع ظالمه، والشمس والقمر ولم تجتمع قبل ذلك. قال: ولذلك أهل الدنيا يلتقون في يوم الجمعة أكثر من تلاقيهم في سائر الأيام. قال: وهو يوم التلاقي. والله عز وجل سمى يوم القيامة بيوم التلاقي، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن كما قال رحمه الله: تعرف الموتى زوارها في يوم الجمعة أكثر من معرفتهم لهم في سائر الأيام. ما الدليل؟ ذكر رحمه الله في كتابه الروح، ذكر منامات رأها السلف وهي كثيرة جدا، في بعضها فيها نظر، لكن قال رحمه الله: وتلك الرؤى على كثرتها والتي لا يحصيها إلا الله عز وجل تدل على أنهم يعرفون زوارهم يوم الجمعة أكثر منهم في سائر الأيام. قال: وإذا كثرت الرؤى وتواطأت دل هذا على أصل لهذا الحكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين في ليلة القدر: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر. وقد ذكر هنا فائدة لطيفة تذكر هنا في كتابه الروح. كان هناك رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يسبهما في اليقظة ويكثر من ذلك، فرآه رجل في المنام من أنه يذبح، فيقول: فلما أصبح الناس إذا بهذا الرجل قد ذبح، ورؤي أثر الذبح في عنقه ولم يعرف ذابحه. وهذا إن ثبت فإنها تفضل من الله عز وجل، وهو دفاع عن أبي بكر وعن عمر. إذن كما قال رحمه الله: الموتى يعرفون زوارهم يوم الجمعة أكثر من معرفتهم لهم في سائر الأيام، لكن انتبه هنا أمر: وأعرف كثيرا من الناس يخصص يوم الجمعة لزيارة ذويه من الموتى في المقابر. الاستمرار على الزيارة في يوم الجمعة هذا لا يجوز، إن زارهم أحيانا وأحيانا في يوم الجمعة فلا بأس، لكن أن يكون الراتب والمستمر له أن يزورهم كل جمعة فهذا مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود: ولا تجعلوا قبري عيدا. فإذا زيرت المقبرة من المسلم لموتاه كل جمعة فيصدق عليه أنه اتخذ قبورهم عيدا. من خصائص يوم الجمعة أن الشرع نهى أن يصام فيه
منفردا، كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: واللفظ للبخاري: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال كما عند مسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة، بزيادة حرف التاء في لا تختصوا بالنسبة إلى القيام كما عليها الأصول من النسخ، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا بدون التاء، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا في صوم يصومه أحدكم. كيف؟ لو أن المسلم مثلا قد اعتاد على أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فصادف يوم الجمعة فلا بأس أن يفرده بالصيام. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وما جاء من حديث وهو عند عبد العزيز الدراوردي يقرأ من كتب غيره فيخطئ، والحديث فيه مجهول، يعني لا يصح هذا الحديث: من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام من أيام الآخرة غر زهر لا يشاكلهن أيام الدنيا، هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو قال قائل: ماذا تقولون في حديث ابن مسعود عند أحمد وأهل السنن أنه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة إلا صائما، فما الجواب؟ الجواب أن هذا وقع اتفاقا لا قصدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وأحيانا لا يسردها، فلربما في جميع أحواله، يعني ابن مسعود، لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صادفه يوم الجمعة أنه كان صائما، ليس لتخصيص يوم الجمعة لا، ولكنه وافق صياما له صلى الله عليه وآله وسلم. ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا؟ الحكمة هي نهي الشرع، أتى الشرع بالنهي سمعنا وأطعنا، فيجب أن نتقيد بذلك. لكن هل استنبطت حكم؟ نعم، قال بعض العلماء: لكي يتقوى المسلمون على العبادة في يوم الجمعة. ولكن قال ابن القيم رحمه الله في هذا نظر. لما؟ لأنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده انتفى الأمر، إذن هذه العلة التي ذكر بعض العلماء غير صحيحة. قال بعض العلماء: لأنه يوم عيد ويوم العيد لا يصام. قال ابن القيم رحمه الله وفيه نظر. لما؟ لأنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده انتفى هذا، فدل هذا على أن هذه الحكمة غير صحيحة. إذن ما الحكمة؟ قال رحمه الله: من باب أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرع حصن حصين، فهو من باب سد الذرائع حتى لا يلحق بيوم الجمعة. قلت: وبأي يوم فاضل أن يلحق به ما لم يأتي به الشرع؟ يعني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة، قاعدة في الأيام الفاضلة كيوم الجمعة أو في أي يوم من الأيام الفاضلة، من أنك لا تحدث فيه شيئا. ولذا هذا الحديث وهو النهي عن صيام يوم الجمعة على وجه الانفراد يرد تلك البدع من أذكار، من دعاء، من عبادات خصص
يوم الجمعة بها ولها، فالشرع سد الباب. من الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر للخطبة جلس، فأذن بلال، وبعد الأذان يقوم فيخطب مباشرة. قال ابن القيم رحمه الله: وما يفصل بين انتهاء الأذان وبين بداية الخطبة بذكر خبر من الأخبار، يعني كخبر لأمر ولو يخص عموم المسلمين، قال: فهذا ليس بمشروع وليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة إذا فرغ المؤذن من الأذان يوم الجمعة حال حضور الخطيب لم يكونوا يصلون ركعتين لله. يمكن ترون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي بعض الناس إذا أذن المؤذن حال حضور الخطيب قاموا فصلوا ركعتين، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوارد كما أسلفنا أن من أتى يوم الجمعة فله أن يصلي حتى يحضر الخطيب، لكن بعد الأذان حال حضور الخطيب هذا ليس بمشروع. لو قال قائل: أهناك سنة تصلى قبل صلاة الجمعة؟ فالجواب عن هذا أنه ليس هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما إذا أتى المسلم والخطيب يخطب يصلي ركعتين ويوجز فيهما، كما في الصحيحين لما أمر صلى الله عليه وآله وسلم سليك الغطفاني لما جلس أن يقوم فيصلي ركعتين. وهنا أمر، وهو بعض الناس يأتي والمؤذن يؤذن ويقف حتى يفرغ المؤذن من أذانه، وهذا غلط. من حين ما تأتي صلي ركعتين، لأن الاستماع إلى أذان يوم الجمعة سنة، والاستماع إلى الخطبة واجب. فاستدرك حضورك بذهنك إلى سماع الخطيب من أول الخطبة، واشتغل عند أذان المؤذن بصلاة هاتين الركعتين. أما سنة راتبة قبل الجمعة محددة فلا. لو قال قائل: ورد عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعد الجمعة أربعة لا يفصل بينهن بشيء، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح. وما ورد عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصليت قبل أن تجيء، كأن فيه إشارة إلى أنه يشرع له أن يصلي صلاة راتبة قبل الجمعة، فقال: لا، قال: قم فصلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في زاد المعاد، وذكر ذلك تلميذه ابن القيم، قال: وهذا غلط. قال شيخ ابن القيم وهو أبو الحجاج الحافظ المزي، قال: إن سنن ابن ماجه أتت عليه شيوخ لكنهم لم يحققوه تمام التحقيق، والصواب قال: أصليت قبل أن تجلس، وليس بلفظ أصليت قبل أن تجيء، ففيها تصحيف. إذن لا صلاة راتبة قبل الجمعة، بعدها فيه صلاة راتبة، إما أن تصلي ركعتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تصلي أربعة تفصل بين كل ركعتين بتسليمة، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. قال سهيل وهو الراوي عن أبيه عن أبي هريرة، قال: إذا عجلت، يعني أتاك شيء يعجلك، فصلي في المسجد ركعتين وفي بيتك ركعتين.
ولذا الأفضل كما فعل ابن عمر كما عند أبي داود، وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الجمعة، إذا صليت في المسجد فصلي أربعة، وإذا صليت في بيتك فصلي ركعتين، وإن نوعت فلا إشكال في ذلك. إذن عندنا ركعتان بعد صلاة الجمعة، وعندنا أربع، وعندنا ست، كل ركعتين مفصولة بتسليمة. الدليل ما جاء عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه إذا صلى بمكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى ركعتين. فسئل فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. الخلاصة صلي بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع أو ست، كل ركعتين مفصولة بسلام. قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة محددة، صلي ما شئت إلى أن يحضر الخطيب. إذا حضر الخطيب وأذن المؤذن لا صلاة ولا خبر.